منجلي يا قاطع إجا أيار لا تمانع، تموز تموز الحصيدة. الحصيدة يا سادة من الأعمال المتعبة، وخاصة في النهار إذ يكون زمنها في شهري حزيران وتموز. وكم كان الريفيون يصطحبون معهم أسرهم قبل شروق الشمس حتى الصباح، أو بعد غروب الشمس مباشرة إلى ما بعد منتصف الليل، هذا إذا كانت الليلة قمرية. تنتشر في أجواء الحصاد الأغاني الفلكلورية للترفيه والتسلية، ففي الغوطة الشرقية مثلا التي عرفت بسلة دمشق الغذائية وخزانها الزراعي، انتشرت أغاني مليئة بمواضيع الغزل والحث على العمل ومخاطبة الشباب والشكوى من الحياة والزمن. غزال لاح بالضيعة، يا عيني وين الدمعة، حصيدتنا بتنادي بتنادي على الربيعة، القمح لونه ذهب والسنابل لمعة، والحصودة بتغني وين وين السميعة، هذا الحقل يا خيي والدنيا حدي وسيعة، يا خيي وين الشباب، يا خيي وين الجميعة، هاي حصيدتنا ما هي لجارتنا. هذا رب أسرة فلاحية يتمثل هذا المثل الشعبي مصورا حالة أولاده الكسالة، ماذا يفعل بالحصيدة، ينادي ويناجي لكن دون مجيب. باب الدار يا باب الدار، هذا القمح لز النار، ولسه الحصاد بالبيت عب يلعبوا كبار صغار، شي بيتأيل شي بيفيق شي بيقول الدنيا سرار، واحد منهم عم بيقول لسه ما غار الغرار، واحد لسه بالفرشة يا حسرة الدنيا نهار، واحد عم يرفع صوته ماني رايح مهما صار، والأب عم يجي ويروح ويترتر يا ولادي النار، حصيدتنا راح تهر ونحن لسانا بالدار. تناقلت قرى الغوطة الكثير من الأغاني، واختصت كل قرية بأغاني درجت أكثر من غيرها. فمثلا تناقل سكان بلدة الشيفونية والتي تعتبر من أجمل قرى الغوطة هذه الملية التي حضرت في الحصاد والنقل والتعبئة. لطلع عراس الجبل واشرف على الشيفونية، والقى خيول العرب بالمرج ملمومية، من هون للشيفونية من هون للشيفونية، يا أم احنا بالمرج وسنابل ذهبية. في قرية الريحان أيضا انتشرت هذه الأغنية كثيرا ودارت على الألسنة، رايح عالدار خلاني والسبل ما خلاني، والحاصودات تغني كل وحدة مالة تاني، يلا يا أحبابي يلا طلع الشعر عالساني، يا عيني عالسنابل ضواي بتستناني، غنوا يا رفاقي غنوا والدنيا بدها غناني، حصيدة بدها تعب ما هي كاني ولا ماني. ساعتان أو ثلاث تبدأ الهمم بالفتور، فينطلق الجمع للمسابقة الكلامية، والأهازيج بصوت قوي لإشعال الحماس والنشاط، ما بين أغاني الحب والنجوى والشوق وأغاني الحزن والشكوى. عالعين يم الزلف عيني يا مليا، يا روح لا تسرح استني لك شوية، وتصيح يا ربي وتصيح يا ربي، رميتيني بالهوى ترمي معي حبي، وشعير ما عنا برغل ولا حبة إلا جريش الدرة مطبخ لبنية. على الطرف الآخر يا سادة، حصادون أنهكهم التعب بعد يوم طويل، وراحوا يطلقون أهازيجهم علها تلقى آذانا صاغية من صاحب العمل. يا معلم حلنا لما منهرب كلنا، يا معلم حلنا وعالحل حلنا، من زخيخات العرق حتى مخنا اندلق، نهرب على نهر النابوع يلعن أبوها للجاروع. والجاروع في مصطلحات الريفيين إنهاء الحصاد، فكان يقال يا محلى الجرعة منكرع اللبن كروعة، وجرعة وتكميلة ما عاد الميل ولا ميلة، أي أكملنا حصادنا ولن نعود للميل وإحناء أجسادنا. ما زال الكثير من أجدادنا وآبائنا المهجرين على أمل العودة إلى أراضيهم وزراعتها وترديد تلك الأغاني الفلكلورية بعد الشفاء من سرطان الأسد، يومئذ لا مكان للأحزان والهموم.
طرائف ومواقف وحكايات وعبر، قصص لم تروى بعد أو لم تروى كما يجب، من تاريخ سوريا والعالم العربي. منها ما هو مغرق في القدم، ومنها ما هو أقرب إلينا، ننفض عنها غبار التجاهل ونبث فيها روحا جديدة كي تصل إلى مسامعكم في القصاص. القصاص كل جمعة وثلاثاء عند 6 مساء على راديو أورينت.